اهلا بيك عزيزي المشاهد في برنامج اسأله ولن تسؤكم. تعالوا نسمع ونشوف مع بعض سؤال الحلقة. قال المسيح: كما بقي يونان 3 أيام بلياليها في بطن الحوت، كذلك يبقى ابن الإنسان 3 أيام بلياليها في جوف الأرض. طيب، هو دفن ليلة السبت وقضى يوم السبت وليلة الحد وخرج صباح الأحد، إذن المجموع يوم وليلتين، فمنين جبتوا الثلاث أيام، أو منين نسبة الثلاث أيام بلياليها اللي المسيح؟ المشكلة إننا بنحسبها بنظام يومنا إحنا، لكن حضرتك لازم تحسبها بنظام اليوم اليهودي. اليوم اليهودي بيبتدي بعد غروب الشمس لحد غروبها اليوم التالي، مش من الساعة 12 صباحا زينا. كمان أي جزء من اليوم اليهودي بيتحسب يوم كامل، والجزء من الليل ليلة كاملة. فمكتوب في التلمود، وهو أقدس كتاب عند اليهود بعد التوراة، إضافة ساعة إلى يوم تحسب يوما آخر، وإضافة يوم إلى سنة يحسب أو تحسب سنة أخرى. كمان معنى اليوم عندهم هو المساء والصباح، أو الليل والنهار. وجه في صموئيل الأول صح 30 وعدد 12 يقول كده: لأنه لم يأكل، كان بيتكلم على أحد الرجال أو الأنبياء، لأنه لم يأكل خبزا ولا شرب ماء في 3 أيام و3 ليالي. والحقيقة هي أن المدة ما كانتش 3 أيام بمفهومنا النهاردة، لكن أقل من كده، لأنه في اليوم الثالث نفسه أكل. وبكده وبالحسبة اليهودية، مقدار الزمان المعبر عنه هنا ب3 أيام و3 ليالي هو في الحقيقة يوم كامل، وجزء من يومين تانيين وليلتين كاملين. بكده يكون ال3 أيام و3 ليالي مكتملين بحسب الحساب اليهودي. عزيزي المشاهد، فكر في كويس واحسب، وارجع للمراجع اللي بتجيب منها الكلام وافهمها كويس، وابعت لنا اي سؤال واحنا هنجاوب عليه، لان برنامجنا اسمه اسأله ولن تسؤكم.